اهلا بيكم، ازيكم شباب اولى ثانوي؟ عاملين ايه يا رجاله؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير والدنيا ملمومه معاكم حلو. السلام عليكم. طبعا كان القعده بتاعت المره اللي فاتت مطوله شويه، في كذا حد قال لي الحصه كانت تقيله شويه، خف علينا. حاضر، بس يعني على قد ما اقدر ما بحاولش اخرج بره السياق، وفي نفس الوقت مش هنتفه المعلومه. تعيط ليه انت دلوقتي؟ تعيط ليه؟ ايه عصام؟ ما انت اللي استفزتني يا اخي، كان زمانك عايش وبتضرب معايا هون ابو دي 20 جنيه. النهارده هنتكلم على فكر اللايت وي، الافكت بتاعه على الاكواتيك اورجانيزم. ماشي، الحكايه هنا ببساطه بتدور على فكر اسمه الويفز، الموجات. ايه فكر الويف وايه فكر الموجات؟ اول حاجة في كده حكاية كده صغيرة خدتها وانت صغير، يقول لك ان الويفز في منها نوعين، نوع اسمه ميكانيكال ويف، ارميه على جنب مش عاوز ادردش فيه خالص ولا جبنا سيرته، تمام؟ ونوع تاني اسمه الكترومغنيتك ويف. والالكترومغنيتك ويفز دي كانت ليها شويه مميزات، وكنا نقول عليها هي تعتبر سترونج، موجات قويه، doesn't need a medium، can travel in space، تمام؟ وكان من اشهر الحاجات بتاعت الالكترومغنيتك ويفز حاجه اسمها الفيزبل سبيكترم او اللايت. تعالى كده دردشتنا كلها هتكون على جزء الالكترومغنيتك ويفز النهارده، ونتكلم في حاجه اسمها الفريكوانس والويف لينس والانرجي بتاعتها. طيب دي طبعا السكيم الاي 3 اللي هتنزل لك مع الفيديو بتاع الشرح، بس انا محتاج اكبرها شويه. حلو، لا نصغرها شويه، تمام، ماشي. بص يا معلم، الاول قبل ما نبتدي نخش على السكيم دي، يلا روح على جنب مع السلامه، عاوز ادردش معاك في شويه حوارات. الحوار الاولاني بيقول ايه؟ ان احنا عندنا قلنا في حاجه اسمها، افتكر كده معايا، ويفز. اهي يا واد اكتب، هتزعلني منك ليه؟ ماشي، حاجه اسمها ويفز، وقلت لك بتتقسم لميكانيكال والكترومغنيتك. طز خالص في الميكانيكال، انا هتكلم عن مين؟ الالكترو ماجنتيك ويفز، موجات كهرومغناطيسية. درس واخد لك هنت كده صغير قوي من مودرن فيزيكس ثالثة ثانوي، مع حتة كده لذيذة في فيزيكس ثانية ثانوي. ما تقلقش، الموضوع ما يقلقكش. الالكترومغناطيك ويفز دي كان ليها حكاية بسيطة. يقول لك أول حاجة إن الويفز دي don't need medium. حلو، تاني حاجة can travel in space. تالت حاجة يقول لك من أشهرهم هم مين؟ a light wave، وكانت السرعة بتاعته بتساوي 3 × 10⁸. ماشي، اي موجة لو حبينا نتخيلها، وكان دول بيندرجوا تحت بند يطلق عليه، تعال نعملها كده بلون. الاساتذة دول كانوا بيبقوا تبع نوع الترانزفيرس ويفز. حلو، يعني ايه بقى ترانزفيرس ويف؟ يعني الموجات دي لما بتيجي تتنقل بتعمل الشكل ده، دي اسمها ترانزفيرس ايه؟ ويف. طب ايه لازمة الحكاية؟ الحكاية هنا عاوزين نطلع منها بمعلومتين. الترانزفيرس ويف دي وهي بتتحرك، انا هبتدي اخد جراف للحركة بتاعتها. ايه الجراف اللي انا عاوز اعرفه؟ كلمتين بساط عليه قوي، ادي اهو، لا انا همسح دي. بص يا عم،
انا لو رسمت كده جراف بالمنظر ده ما بين الديسبليسمنت، مش مهم يعني ايه اللي انا قلته، ديستانس والتايم، الديستانس والتايم، يقول لك على الجراف بيبقى في نقط مهمه قوي. النقطه دي لدي من القبه للقبه يطلق عليها الويف لينث، او من دي لدي المسافه دي الديستانس دي اسمها ويف لينث. يعني ايه بالبلدي ويف لينث؟ يعني الطول بتاع الموجه. يبقى طول الموجه لو انت خدت بالك هو ما بين نقطتين، كريست وكريست، مش مهم الاسم، بس اللي هما الايه؟ النقطتين اللي فوق دول، او ترف وترف. ده مين ده؟ ده الويف لينث. طيب الموجه دي عماله تطلع وتنزل، تطلع وتنزل، تطلع وتنزل. فهي عماله تطلع وتنزل، هي بتريبيت حركه معينه، بتعمل المنظر ده في وقت معين. فيجي يظهر لي كلمه اسمها ايه؟ الفريكونس. يبقى انا كده عرفت كلمتين، كلمه اسمها الويف لينث وكلمه اسمها الفريكونس. يعني ايه فريكونس؟ الفريكونس يعني التردد. يعني ايه التردد؟ هات كده كوبايه قهوه كده وندردش مع بعض عشان خاطر الحوار هنا محتاج تركيز صغير. ماشي، تاخد بق، بص القهوه دي تخليك تلعلع كده وتركز معايا، صحصح لي. اولا الفريكونس قلت لك يعني التردد. يعني ايه تردد؟ يعني لو عندي مثلا بندولم، البندولم ده عمال يعمل حركه بتتعاد في وقت، فيتحسب له حاجه اسمها فريكونس. تاني عندي مروحه عماله تلف في وقت، فليها فريكونس. تاني عندي موجه بحر عماله تطلع وتنزل، تطلع وتنزل، فليه فريكونس. يبقى الفريكونس بالبلدي من غير ما نقول القانون، او هقول لك القانون بس مش مهم خالص، الفريكونس هو انت بتعيد حركه معينه في وقت. Number of waves done in a time. تمام؟ ده الفريكونس التردد بتاعي. طيب الفريكونس ايه اللي يخصني فيه؟ رقم واحد ان الفريكونس الرمز بتاعه بيبقى اف، او بيبقى علامه في كده متدلعه. ده اول معلومه. تاني حاجه الويف لينث العلامه بتاعته واي مقلوبه. تمام؟ الويف لينث العلامه بتاعته بتكون ايه؟ واي مقلوبه. طيب لعبه تانيه، الفريكونس بيتقاس بيونت اسمها هرتز، اهي قدامك اهي، واكبر لك الصوره كمان شويه واجيبها لك تتفرج. المنظر ده متاخد من كتاب المدرسه. اليونتس مهمه، اسمها ايه؟ هرتز او اتش زد. طب تعال على الويف لينث. الويف لينث اليونت بتاعتها مش ده لينث، يبقى بتتقاس بالمتر او بالسنتي او بالملي او بالنانو متر. تاني تتقاس بالمتر، دي لو موجه حبل، لو انت قاعد في الجيم وبتلعب بالحبل فالحبل بيعمل موجه قدامك فتتقاس بالمتر، او تتقاس بالسنتي لو استك، او تتقاس بالملي، او تتقاس بالنانو متر. نانو متر ده يعني بيكون موجة صغيرة قوي. تمام؟ ماشي، يبقى انا كده اللي طلعت منه من هنا، انا عندي لعبة اسمها ويف لينث، الرمز بتاعها الواي المقلوبة، اسمها لندا. اسمها ايه؟ لندا، مش لمبة، لندا الواي المقلوبة. ولو هنتكلم عن الالكتروماجنتيك ويفز، الويف لينث فيها اللي هي اللندا بتتقاس بيونت اسمها ايه؟ النانوميتر. طيب عندي حاجة تانية ظهرت لي لما الموجة عمالة تتحرك 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 بالمنظر ده، عمالة تعيد حركة، فالحركة اللي بتعيدها اسمها فريكونس. ميجرد ان رمزها اف او في مدلعة مايلة كده، ودي بتتقاس بيونت اسمها الهرتز اللي هي اختصار اتش زد. حلو لغايه هنا؟
اظن الكلام عبيط قوي. تعالى اوريك موجتين. موجة عاملة كده. موجة راحت فين؟ ماشي. موجة عاملة كده يعني. ركز كده في حركة ايديا لو سمحت. ايديا عمالة تطلع وتنزل بسرعة مقارنة بموجة زي دي. خدت بالك من الفرق؟ دي عمالة تعمل كده. فعمالة تطلع وتنزل وتعيد الحركة دي بسرعة. يعني اقدر اقول لك ان الفريكوانسي بتاعها كبير لارج. ولكن هنا الفريكوانسي بتاعها صغير. اهي الفريكوانسي بتاعها كده بالك بحرف صغير اهو وبيبقى سمول. مش محتاجة حاجة يعني. طب فاكر الويف لينس؟ اه يا عم فاكرين الويف لينس دي ايه؟ الديستانس ما بين القبتين دول او ما بين الاتنين دول. ايه رأيك في الويف لينس مقارنة بالصورة دي؟ يعني اكيد انت تفكير بني ادمين مش نباتات. تمام؟ بلاش تفكير النباتات. مين اللي الويف لينس بتاعته كبيرة؟ اهو. يعني الويف لينس هنا كبيرة جدا. لارج. طب الويف لينس اللي فوق اهي يا عم صغيرة جدا. سمول. يبقى من الاخر لما اجي ابص كده على الحوار انا عندي في ويفز بيبقى ليها فريكوانس كبير يبقى الويف لينس صغير. الله تاني ترجم معايا اللعبه دي. فريكوانس كبير فالويف لينس يبقى ايه؟ صغير. اما هنا الفريكوانس صغير خالص ده ما عملتش موجه على بعضها ولكن الويف لينس كبرت. يبقى اقدر اترجم لعبه ان انا لو رسمت لك جراف يرسم هنا بقى جراف ما بين مين يا عم؟ قال لك هرسم الجراف ما بين الفريكوانس والويف لينس يبقى شكله كده. نسميه انفرس عكس بعض. تاني يبقى من الاخر لما يجي يكلمني عن الفريكوانس والويف لينس على حسب المشهد فريكوانس كتير ويف لينس صغير. فريكوانس صغير ويف لينس كبير ويبقى الريليشن ما بينهم انفرس. ماشي. طب احنا ايه اللي دخلنا في الحوار ده؟ تعال اقول لك. الحوار ده ببساطة خالص تعالى كده نصغر سنة عشان تترجم اللعبة بتاعتنا. أولا قال لك أول حاجة اللي احنا هنتكلم عنه حتة الإفكت أوف لايت. فقام جه قال لك إن الشمس لما بتيجي تبعت لنا على الأرض هي مش بتبعت ضوء بس. الشمس بتبعت حاجة اسمها الإلكترو ماجنتيك ويفز موجات كهرومغناطيسية. تمام؟ تتضمن منها حاجات غير مرئية invisible حاجات visible وحاجات invisible تانية. طب ما تيجي نتعرف الأول إيه هو فكر الإلكتروماجنتيك ويفز دي. بص يا عم الفكر بتاع الإلكتروماجنتيك ويفز عشان تحفظها معايا بسهولة. هي موجات بتبدأ من أجهزة البيت. موجات بتبدأ من أجهزة البيت بترتيب اختراعاتها. يعني أكيد أول جهاز اخترعناه في البيت كان الراديو. تمام؟ بعديه التلفزيون. هنا فيه بنحط كده في النص راديو تلفزيون. تمام؟ بعديه مايكرويف. حلو؟ بعديه وركز قوي في دي اي ار. تمام؟ اي ار اسمها انفرا ريد راديشن. انفرا ريد راديشن. بعد كده زون اسمها الفيزابل سبيكترم الاشعه المرئيه. يليها الترا فايلوت. اسم الاشعه دي ايه؟ الترا فايلوت. بعدها اكس راي. بعدها جاما راي. تاني الالكتروماجنتيك سبيكترم الرسمه دي عندك بالتفصيل في الكتاب. ايه هي؟ تتكون من اجهزه بيت، بعد كده الفيزابل، بعد كده اجهزه مستشفى، اجهزه البيت، راديو تلفزيون، مايكروويف، انفراريد.
الانفراريد ده في البيت؟ اه هقول لك موجود في ايه؟ في الريموت ابسط حاجه. طيب يليها الفيزبل سبيكترم ريد اورنج يلو جرين بلو اندجو فايلوت، اللي هو الضوء الابيض ده هو بيتكون من سبع الوان 7 سبيكترم اللي هي الفيزبل سبيكترم ريد اورنج يلو جرين بلو اندجو ايه فايلوت. تاني ريد اورنج ولا استنى نمسح كده اها ريد اورنج يلو جرين بلو اندجو فايلوت. ممكن تحفظها في كلمه متخلفه جدا اسمها رويج بيف. رويج ايه؟ بيف. ريد اورنج يلو جرين بلو اندجو فايلوت. بعديهم يجي الترا فايلوت واجهزه المستشفى الاكس راي واشعه جاما. تاني حكايه لو جينا نبص على الاشعه اللي قدامنا دي، الموجات بتاعت الراديو والتلفزيون والمايكرويف، هل يا ترى موجات مضره؟ هي اكيد مضره، بس الضرر بتاعها هنا اعلى ولا ضرر هنا اعلى؟ بالعقل، ضرر دول اكتر ولا ضرر دول اكتر؟ اكيد مليون في الميه الضرر بتاع دول اعلى بكتير، وعشان كده هم محطوطين في المستشفى عشان ما ينفعش نتعرض لهم مده كبيره. طب ده معناها ايه؟ ان دول الضرر خفيف. ليه ضررهم خفيف؟ علشان الانرجي بتاعتهم قليله، الانرجي بتاعتهم صغيره، ولكن هنا الطاقه بتاعتهم كبيره. دي تاني معلومه. في قانون مش هنتكلم خالص عنه بس بيتشرح في ثانويه عامه، ونقول ده قانون اينشتاين وقانون بلانك، ان الاي ايكوال اتش ملتبلاي باي فريكوانسي. طز في القانون، طزين في القانون، بس اللي انا عاوزه ان الاي والفريكوانسي مالهم زي بعض. يعني ايه زي بعض؟ يعني لو الفريكوانسي كبرت الانرجي تزيد، لو الفريكوانسي قلت الانرجي تقل. يبقى من الاخر الويفز اللي هنا انرجي بتاعتها قليله، فريكوانسي بتاعها قليل، ولكن هنا نمسح كده الانرجي بتاعتنا كبيره والفريكوانسي كبير. تمام؟ يبقى اللي تقول عليه الطاقه بتاعته صغيره يبقى الفريكوانسي صغير، اللي تقول عليه الطاقه كبيره يبقى الفريكوانسي ايه؟ كبير. طب الفريكوانسي هنا صغير يبقى الويف لينس كبيره. ما تنساش ارجع كده لو انت نسيت الحق رجعني بسرعه، هتفتكر ان الفريكوانسي والويف لينس كانوا عكس بعض. وهنا فريكوانسي كبيره يبقى الويف لينس ايه؟ صغيره. حكايات مهمة هنا تاني نفتكرها، ترتيبهم راديو تلفزيون مايكرويف انفراريد فيزبل سبيكترم ريد اورنج يلو جرين بلو اندجو فايلوت، بعديها الترا فايلوت اكس راي جاما راي. اللي على الناحيه دي انرجي قليله فريكوانسي قليله وفلنس كبيره، اللي على الناحيه دي انرجي كبيره فريكوانسي كبيره وفلنس قليله. طيب ايه اللي هستفيده تاني من الحكايه؟ الحكايه اللي هنا يهمني فيها شويه حوارات. اول سؤال، هو الانفراريد أشعة مالها؟ مرئية ولا غير مرئية؟ فيزابل ولا انفيزابل؟ لونها ايه؟ خمس ثواني فكر. تاني خمس ثواني فكر ما تغلطنيش. اولا مش عشان كتبتها بالاحمر ولا عشان هي اسمها انفراريد فيبقى لونها احمر. لا يا معلم، الزون دي كلها المنطقة دي كلها انفيزابل غير مرئي، والمنطقة دي كلها الالترا فايلوت، مش عشان اسمها الترا فايلوت يبقى لونها فايلوت خالص، دي برضو انفيزابل غير مرئية. طيب امال احنا بنشوف ايه؟ احنا بنشوف السيكتور ده بس اللي هم الفيزابل. طب كلمة visible و invisible يعني ليه بيتقال على الأشعة دي مرئية وغير مرئية؟ ده تبعت لتصنيف البني آدم. يعني ربنا خلق عينين البني آدم هي بتشوف المنطقة دي. إيه ده مش فاهم؟ يعني إيه اللي أنت بتقوله؟ تعال أحكي لك كده حكاية حزينة لذيذة خفيفة. القصة الحزينة بتحكي إيه؟
تقول لك في يوم شتاء قارس الدنيا برد جدا في عز الشتاء، ايا كان بقى طبعا لو انت بتشوفني من محافظات وبالاخص الشباب اللي بتتابع معايا من محافظة اسكندرية هيفهموا كلامي قوي. في عز الشتاء ونوة اسكندرية اللي بتحصل يا خرابي، الجو ايه اخباره؟ انت بتتغطى بكل حاجة ممكنة وغير ممكنة عندك في البيت. انا الشتاء بيبقى عندي حزين، حزين قوي. بصوا يعني الساعة بتبقى بتزعلني، بتزعلني قوي. ما علينا، اوعى حد يفكر يحلق الحلقات بتاعتكم الموضة دي في الشتاء، المولت واللو فيد والهاي فيد ومش عارف ايه والكلام الحرق ده. لو حلقت الحلقات دي في الشتاء وشلت الحتة دي هتحس بساعة مش عادية. نصيحة بنصح الشباب كلها على الحلقات دي، هتزعلك في الشتاء، ربي شعرك في الشتاء. انا غصب عني او لا، انا بمزاجي على فكرة، انا بمزاجي بعمل كده. ماشي، ما علينا، نرجع لحكايتنا تاني. قلت لك في يوم شتاء وفي نوة في اسكندرية مش عادية، مع الشباب بقى اللي معايا من اسكندرية يفهموا الكلام ده. النوة اللي في اسكندرية دي اللي بيجرى فيها تلج وسقعة مش عادية، جاب كل الغطا والايس كاب واتغطى وكل حاجة، وضلم الشقة وقفل النور ودخل ينام بس سايب تنتفة من مناخيره عشان يتنفس ما يتخنقش، مطلعها بره اللحاف والغطا. حلو. وإذ يفاجأ يصحى الصبح يبص في المراية يلاقوا مناخيره دي ورمانة. اللي جراه أصل والدنيا ضلمة كحل، البيت مفهوش سنة نور، ناموسة طايرة تك جابت مناخيره وقامت قرصته فورمت. اها، هي الناموسه دي شافتني ازاي؟ ده انا مضلم البيت كله، ده ايه التناحه دي؟ وسامحها بالليل عماله تزن تزن، اشمعنى اختارت مناخيري يعني؟ ده ايه السخافه بتاعتها دي؟ هفهمك. الناموسه دي بتبقى عامله بالظبط زيك في لعبه بابجي او في لعبه ميدل اوف اونر. كانت في اللعب دي يعني الشباب، حتى كنت في السنتر والمدرسة قالوا لي لا، ما هم شالوا الخاصية دي. اللي بيلعب اللعب دي في نظارات بتتلبس بالليل عشان تشوف بالليل كويس، اسمها النظارة اللي بتخليك تبقى نايت مود فيجن، اللي بتخليك شايف الناس هي لونها أخضر بس أو لونها أحمر بس وكأنها متوهجة قدامك. أصل النظارة دي بتخليك تشوف أشعة حرارية تاني، بتشوف أشعة إيه؟ حرارية. عارف كده عند بتاع الطعمية الصبح بدري كده في عز الشتاء، مش تلاقي قدام النار كأن في كده حاجة عمالة تطير بس غير مرئية، وتلاقي الهواء كده عمال يحصل فيه ديستربنس غريبة؟ أصل بيبقى في أشعة اسمها إيه؟ انفراريد. دي عبارة عن ثيرمال راديشن، أشعة مالها ثيرمال، أشعة حرارية عينيا ما بتشوفهاش، ولكن لما ألبس نظارة النايت مود أبتدي أشوف الناس متوهجة قدامي ولكن ما لهمش ألوان. الناموسة كذلك، ربنا خلق لها عينين كومباوند أي تخليها بالليل نقرت مناخيرك عشان مناخيرك دافية عشان الدم ماشي في جسمك فشافتك. يبقى الانفراريد ريز، الكلام ده مهم جدا، ده في قلب الدرس. الانفراريد ريز اتس ا ثيرمال ريز، انفيزبل ريز عينيا ما تقدرش تشوفها، لكن عينيا بتشوف المنطقه دي اللي هي الفيزبل سبيكتروم. طب دي الترا فايلوت اكس راي، انت لو بعد الشر حد ايديه او رجليه اتكسرت او جزعته، بلاش اتكسرت، رحت عملت اشعه، في أشعة بتنزل كده من جهاز أنت عينيك مش شايفاه، ولكن الأشعة دي بتعمل إيه؟ بتصور العظمة بتاعتك. يبقى دي انفيزبل ودي إيه؟ انفيزبل. إحنا بنشوف الزون دي بس، تصنيفنا على حسب عينينا، لكن في كائنات حية ممكن تبتدي تشوف زونز تانية أنت مش شايفها. طيب، حكاية تانية. هو أنا مش قايل لك إن الأشعة اللي هنا الإنرجي بتاعتها كبيرة والفريكونسي، سوري، الإنرجي قليلة والفريكونسي قليل والويف لينث كبيرة؟ طب ده معناها إن الألوان اللي قريبة من الناحية دي، أيوه أيوه صح، الألوان اللي قريبة من الناحية دي ينطبق عليها الحكاية دي كلها. يعني الألوان الريد والأورنج واليلو
والجرين سوري واليالو، قول لي لغايه اليالو، ينطبق عليها الحكايه دي. وكل ما تتحرك ايه اللي يجرى؟ الالوان اللي على الناحيه الثانيه ينطبق عليها الحكايه الثانيه اللي هي بتبقى الانرجيز بتاعتها مالها كبيره، فريكوينسي كبير وفلنسي صغير. طب ايه اللي انا اقدر استفاده من كده؟ اللي انا اقدر استفاده من كده، انا هرسم رسمه وبعد كده اوري لك البي دي اف عشان تفهم اللعبه قوي. اللي نقدر نطلع منه من الحكايه دي، ان انا لو حبيت ارسم موجه زي الموجه اللي كنت رسمها لك في السلايد اللي قبليها، الموجه دي لو حبينا نرسمها، انت بتقول لي هنا انرجي قليله، وبتقول لي فريكوينس قليله، وبتقول لي ويف لينث كبيره. يعني في الاول الموجه تبتدي بالشكل ده وتيجي في الاخر تلاقيها عملت ايه الشكل ده. يعني ايه اللي انا عاوز اقوله؟ يعني في الاول تلاقي لي الويف لينث كبيره وفي الاخر الويف لينث صغيره. في الاول الفريكوينس على مهلي وفي الاخر الفريكوينس كبير جدا. يبقى لو حبيت اقول لك انهي اللي ليه فريكوينس اعلى، الاورنج ولا البلو؟ فريكوينس اعلى يبقى اللي ميال لهنا يبقى البلو. انهي اللي ليه ويفلنس اكبر، اليالو ولا الجرين؟ ما اليالو كده يبقى الويفلنس ده اكبر والويفلنس دي قليله. الوزارة عاوزة كده، عاوزاك تبقى فاهم البعد ده. انهي اللي ليه انرجي قليلة، الاورنج ولا الفايلوت؟ الاورنج ميال للناحية دي يبقى ده انرجي قليلة والكبيرة هي الفايلوت. حد فهم حاجة؟ تعال نرجع تاني الكلام. بص يا عم، ادي الحكاية اللي عمال احكيها لك. عندك الفيزيبل سبيكترم، دول جزء من الالكتروماجنتيك سبيكترم، والالكتروماجنتيك سبيكترم دي موجات ليها ويف لينس وليها فريكوينس، وادي علامه الويف لينس وعلامه الفريكوينس. ماشي، الموجات دي احنا بنقدر نشوف زون صغيره جواها اللي هي الفيزيبل، ولكن الراديو التلفزيون الميكروويف الانفراريد انفيزيبل، الترا فايلوت اكس راي جاما راي انفيزيبل. احنا بنشوف جزء صغير اللي هو الفيزيبل سبيكترم اللي هم الكالرز ريد اورنج يلو جرين بلو اندجو فايلوت. طب كل ما نتحرك من هنا لهنا، بص اهي الرسمه، المنظر ده الويف نسبيا كبيره، بص هنا الويف نسبيا ايه صغيره. تعالى اكبر لك الرسمه دي شويه. بص يا عم، انا عاوز اعمل زوم ان على الحته دي عشان تبان لك قوي. بص الويف لينس هنا ايه اخبارها؟ بعيده عن بعض، فالفريكوينس نسبيا قليل، الويف لينس كبيره والفريكوينس قليل. طب بص كده اتحرك معايا، ايه رايك؟ قربوا من بعض قوي، فالويف لينس صغرت ولكن الفريكوينس كبر. ماشي، نصغر بقى ونرجع تاني لكلامنا. بص صغر حته كمان. بص يا معلم، يبقى انا من الاخر لو جيت اتحرك من هنا لهنا ايه اللي بيجرى؟ از الانرجي انكريز، الفريكوينس انكريز، الويف لينس ديكريز. يبقى الريد عنده هاي ويف لينس لو فريكوينس وزود لو انرجي، الفايلوت عنده لو او شورت ويف لينس هاي فريكوينس هاي انرجي. هسالك سؤال وترد عليا، لو انا سالتك عن اللون الاصفر الويف لينس كبيره ولا صغيره؟ بوز رجعت. طبعا ده سؤال عشوائي، اصل كبيره مقارنه بمين وصغيره مقارنه بمين؟ يبقى مفيش حاجه اسمها كده، عشان انا عارف يعني في واحد بيبقى قاعد بيركز في ايه، في هفوه ويسرح منه الدرس. ممكن اخد بق بس عشان اعرف ارد عليك. اللي قاعد بيبقى مركز في ايه؟ هو طب لو قلت الاصفر هي الويف لينس كبيره ولا صغيره؟ طب لو قلت الاخضر؟ مفيش حاجه اسمها كبيره وصغيره كومبيرنج ويز. يبقى انا لما اجي اقول لك بقى، ده سؤال بقى، اجي اقول لك هو انهي اللي ليه ويف لينس اكبر، الجرين ولا البلو؟ بوز رجعت، ويف لينس اكبر، يبقى اللي ميال للناحيه دي، يبقى من الاخر الجرين اكيد اكبر من مين؟ من البلو. تمام،
ده كده حواره وخلصناه. فيجي يقول لك بقى احنا دلوقتي درسنا الالكتروماجنتيك سبيكترم بالتفصيل. طب ايه الهدف من دراستنا للالكتروماجنتيك سبيكترم بالتفصيل؟ قال لك الشمس بتبعت انواع كتيره من الاشعه تبدا من زون الانفراريد نوعها ايه؟ بوز. انا عملت ايه؟ ارجع لي بقى. عارف لو ما ردتش الانفراريد انا قلت لك دي نوعها ايه؟ موجات نوعها ايه؟ ثيرمال راديشن. عارف عشان ما تنساهاش، للي بياكل ماك تمام الله يسامحه يعني، بس ما علينا سيبك من ماك يولع بجاز ماك. اللي بياكل فاست فود حلو، وتيجي تاكل كده في محلات الفاست فود، احسن حاجه تاكلها عندهم ايه؟ طز في سندوتشات، حته لحمه كاوتش بتتاكل بره حاجه. بص يعني انا حاسس ان انا متقمص دور باباك قوي، بس على فكره انا سني مش بعيد عنك. الاكل بره ده كاوتش، انت بتاكل كاوتش بره. ما علينا، كل براحتك انا ماليش دعوه، بس لو عاوز تاكل حاجه على فكره بره وتبقى حلوه هي البطاطس اللي بتيجي مع الساندوتش مش الساندوتش. عارف ليه؟ اصل بيبقى فوق البطاطس دي لمبه صفراء، اللمبه الصفراء دي اللي هي كانت عند جدك وجدتك في البيوت. اللمبه الصفراء دي يا معلم هي الهدف منها ان هي بتطلع سخونه مش ضوء. اللمبه دي بنستخدمها، ايام زمان كانت غلط خلاص ما عندناش غير اللمبه الصفراء، ولكن النهارده اللمبه الصفراء دي هي اصلا بتستخدم في المطاعم عشان تتحط فوق الاكل فتسخن الاكل. يبقى هي بتطلع اشعه اسمها انفراريد، اشعه انفراريد حراريه تمام. الشمس بتبعت انفراريد، بتبعت فيزبل سبيكترم ريد اورنج يلو جرين بلو انديجو فايلوت، وبتبعت الترا فايلوت راديشن. كل ده بينزل على الارض، كل ده بيوصل لنا على الارض. بس في حاجه بقى صغيره، ان الاشعه اللي الشمس بتبعتها في منها نوعين، في حاجه اسمها الدايركت وحاجه اسمها ايه؟ الاندايركت. يعني ايه دايركت وايه اندايركت؟ يعني في اشعه الشمس بعتها ودي اللي الشمس بعت كل الاشعه بتاعتها. بمعنى بص يا عم الجراف ده، الشمس بتبعت الوايد سبيكترم ده حلو. ايه الوايد سبيكترم ده يا معلم؟ هو بيتكون من الالترا فايلوت و الفيزبل سبيكترم و مظبوط الاي ار. بس الاشعه دي لما بتيجي عند الاتموسفير مش كلها بيعدي، في شويه بيحصل لهم سكاترنج. عشان كده انا حتى هنا قايل لك ايه دي بتاعت مين؟ الاوتر، الاوتر اتموسفير. بمعنى ان من بره ادي الشمس اهي يا عم، لو انا تخيلت ان هي الشمس بعتت كل السبيكترم انفرا لغايه الالترا فايلوت، بس اول لما دخلنا جوه الارض، في الارض في بقى شويه اتموسفير، في شويه كلاودز، في شويه حاجات منعت ان الشويه اللي فوق دول يوصلوا، وده بس اللي وصل. اللي وصل ده كان انكلودنج برضو اي ار والترا فايلوت والفيزر سبيكترم، بس مش كله اللي وصل. فعلشان كده ابتدينا نقسم الجزئيه، قال لك في دايركت سبيكترم ودي الاشعه اللي خارجه من الشمس على طول، ودي اللي ما بيحصلهاش اي سكاترينج، ولكن في الاندايركت سبيكترم اللي هي قدرت توصل لفين؟ للسي ليفل. حلو؟ ولما وصلت للسي ليفل اكيد كان في كميه فيها سكاترد. فيجي يقول لك اهو الجدول بتاعنا، احنا عندنا حاجتين تاني وحياتك ما انا سايبك هتحفظ الدرس معايا وانت قاعد. عندي كام نوع من الراديشن؟ نوعين، حاجه اسمها الدايركت وحاجه اسمها ايه؟ الاندايركت. انا صغرت شويه تمام، اعمل بقى انت زوم. السولار راديشن عندك منها دايركت، دي الراديشن اللي ريتش الايرث وزود سبريدنج، اللي وصلت عند الغلاف الجوي، عرفت تعدي من حتت ما فيهاش اتموسفير كتير، وصلت من غير سكاترنج. ولكن وانس ان حصل لها سكاتر زي الجراف اللي فوق تبتدي تبقى اسمها indirect. It's the radiation scattered as it passes through the atmosphere. طب لما بتسكتر يا ترى هي كلها بيحصل للأشعة scattering؟ قال لك لا مش لازم، هي بتتأثر بقى السكاترينج على حسب في كلاود ولا لا، ايه اخبار الاتموسفير في المنطقة دي، يا ترى هنا في الاوزون لاير كاملة ولا لا، ايه اخبار الكلايماتيك تشينجز اللي فيها، في رينز ولا لا، ايه اخبار التمبريتشر والدي، يا ترى انت الصبح ولا بالليل، مليون حاجة تأثر، يا ترى انت على ارتفاع من جبل ولا على سطح الارض،
فاللي اثر لك على الاندايركت وايه اللي وصل وايه اللي ما وصلش، قال لك الجيوغرافيكال لوكيشنز، السيزون، الدي، الكلاود، الالتيتيودز، الاليفيشن اباف السي. يبقى عندك بقى نوعين من الراديشن، نوع اسمه مظبوط دايركت ونوع اسمه اندايركت. الدايركت هو اللي هيوصل من غير اي سكاترنج، الاندايركت اللي هيحصل له شويه سكاتر. واتفقنا ان اللي بيوصل هو بيبقى من انهي منطقه، عشان في حته كده مهمه هنا عاوز احكيها، بيوصل من المنطقه بتاعت الانفرا ومعاك الفيزابل ومعاك الالترا فايلت. طب حكايه تانيه وارقام مهمه قوي. المنطقه الفيزابل اللي بتوصل، الاشعه المرئيه اللي بتوصل، اللي هي بتبدا بالريد وتنتهي عند مين؟ الاورنج. الويف لينس بتاعتها تبدا من عند ال 700 ايه؟ نانو، وتنتهي عند ال 400 ايه؟ نانو تاني. بتبدا من عند مين؟ 700 نانو متر. كلمة نانو دي هي بتساوي رقم صغير قوي اسمه 10 باور نيجاتيف 9، يعني وكأنها 0.9 اصفار واحد، فده حاجة صغيرة قوي من الآخر. يبقى أنت عينيك بتقدر تشوف انترفال ليس ذان أو ستارتنج من ال 700 لغاية كام؟ ال 400. طب لو الويف لينس كبرت، تعالى كده السؤال العميق، لو معاك 800 نانومتر يبقى انت في انهي زون؟ يا جامد يا اللي جاوب الاي ار، ما دي الويف لينس فيها اكبر. طب لو انت معاك 300 نانومتر يبقى انت في انهي زون؟ اللعيب اللي رد الترا فايلوت. اصل انا ممكن اقول لك انت معاك مثلا سبيكترم الرينج بتاعه 300 نانومتر، الرينج بتاع الويف لينس 300 نانومتر، ده يعتبر فيزبل ولا انفيزبل؟ وش انفيزبل، سوري وش انفيزبل، ده 300. طب لو قلت لك 900 نانومتر وش برضه انفيزبل، طب امتى يكون فيزبل وعينيا تشوفه؟ لو ما بين ال 700 لل 400. حلو؟ طيب كده يبقى حته السبيكترمز دي خلصت على خير يا عم. هات بقى اللي بعديها، واتكلمنا برضو على حته الدايركت والاندايركت ايه؟ راديشن. ماشي، اللي فتح بقى الورقه الاسري او انت كده كده هتعمل لها داونلود فتقوم تظهر لك، يجي يقول لك يا عم انا دلوقتي السولار راديشن دي ليها تاثير على الميه عندي؟ يا ترى الميه بتتاثر؟ او هات اجيب لك البي دي اف، كده كده انت معاك الاسري وانا هقرا معاك دي. قال لك يا ترى هي الراديشنز دي بتاثر على الميه وبتاثر عليها ازاي؟ تعال بص يا عم. قال لك من الاخر ان اولا السولار راديشن اللي بتوصل ده الاساس بتاعها الشمس، في شويه قلنا بيحصل له ابزورب وشويه سكاتر. طيب يا ترى ايه فكره الضوء ده لما يوصل للارض، ويا ترى هيأثر على الميه ازاي، ويا ترى الميه الضوء بيقدر يخترقها بقوه ولا لا؟ هو احنا ما تنساش اساسنا بنتكلم عن مين؟ عن شويه ميه، الحكايه كلها دايره على الميه. فما لك اول حاجه، الضوء دايما او اي حاجه لما بنيجي نتكلم عليها على سطح الارض بنقارنها بالسي ليفل. يعني لو فاكر الجراف اللي فات، انا لما جيت اتكلم عن الضوء اللي وصل كنت كاتب لك اوتر وعلى السي ليفل. حلو؟ طب تاني حكايه، قال لك دلوقتي الضوء وصل للبحر او للاوشن، السي ليفل. عند الاوشن طبقات الميه بتتقسم لثلاثه لاير، طبقات الميه تتقسم لثلاثه لاير. اول طبقه منهم يطلق عليها الايوفوتيك لاير، طبقه اسمها ايه؟ الايوفوتيك لاير. حلو؟ او بيطلق عليها وهتلاقيني كاتبها لك في الاسري سان ليت. ايه طبقه اليوفوتيك او السان ليت دي؟ اول طبقه من الميه. يعني انا دلوقتي لو تخيلت عندي ادي بحر اهو، تمام، اول طبقه ادي كده مثلا اهي بحيره، اول طبقه كده اسمها ايه؟ يوفوتيك او السان ليت لاير زون، قول براحتك، اللي هي الطبقه الاولى دي. طب تاني طبقه، تاني طبقة أكيد الضوء اللي كان جاي هنا في شوية كتير امتص، فيجي
الضوء وهو مكمل شويه اقل اللي يعرفوا يوصلوا للطبقه اللي تحتيها، فيسمي لك الطبقه اللي تحتيها التوي لايت اللي هي في النص. طبقه التوي لايت دي انا هتلاقيني كاتب لك في ورقه الاس 3 ليها اسم مهم، ميزو بليجيك زون. الميزو بليجيك زون ايه بقى؟ الميزو بليجيك زون دي الطبقه اللي بتلاقي فيها نسبه اللايت اللي وصل كان اقل. ماشي، يبقى دي اسمها طبقه الميزو بليجيك او التوي ايه لايت. يجي بعديها على الطبقه اللي تحتيها، والطبقه اللي تحتيها دي اللي انت من الاخر كميه ما تمثلش 1% اللي قدرت توصل، تمام؟ وهنتكلم عن النسب دي حالا. الطبقه اللي هي تحتيها اللي هي الدارك زون دي اسمها، وهتلاقيني كاتب لك في ورقه الاسري افوتيك زون. دي الطبقه اللي خلاص بقى الدنيا فيها ايه؟ عتمه. يبقى الضوء وهو جاي هو مش قادر يخترق كل الطبقات، في شويه كتير وصلوا هنا، في شويه اقل قدر يوصلوا لهنا، في حاجه لا تذكر قدرت توصل هنا. يبقى الثري لايرز اللي عندك، اول واحده اليوفوتيك او السانليت، ثاني واحده التو لايت او ميسبليجيك، والاخيره الدارك اللي هي الايفوتيك. ماشي، طب ايه اللي يخلي انا عندي دلوقتي في طبقات وليه الضوء كله مش قادر يخترق؟ علشان فكرتين لزاز قوي. اول فكره، عارف لما انت تيجي كده قدام الميه في بحيره، تمام؟ ودي اول حاجه يمكن البني ادم عن طريقها قدر يعرف ان ممكن يعمل مرايه، تمام؟ بق بس عشان اصحصح معاك. ايه التعابه والحلاوه دي؟ اقسم بالله يا واد ما تبصيش في بق القهوه ده، بق عشان اعرف ادي لك شغل فاخر من الاخر. طيب بص يا معلم، في البحيرات او على النهر، لو انت جيت كده على نهر النيل مثلا عند حته الميه فيها هاديه خالص وبصيت، انت هتشوف وشك. حلو، ده معناها ايه؟ ده معناها ان نهر النيل، تمام، واي ميه هي بتبقى عامله زي المرايه. يعني ايه بتبقى عامله زي المرايه؟ اولا الضوء دلوقتي، ادي ده السيرفس بتاع الميه، ده سطح الميه. الضوء ممكن ينزل بيربنديكولار، حلو، لو عندي شعاع من الضوء ممكن ينزل ايه؟ بيربنديكولار بالمنظر ده. الضوء اللي بينزل بيربنديكولار ده يا معلم، ده نشرحه كده في ثانيه ثانوي في الفيزيكس، نقول لهم يا شباب الضوء لو نزل بيربنديكولار بتبقى الانجل اوف انسيدنت ايكوال انجل، اسمها الانجل اوف ريفراكشن. فبالتالي الضوء ده ولا بينكسر ولا بينعكس ولا بينيل، ولو حتى لو انعكس ينعكس مش مهم، بس ما فيهوش انكسار. فمن الاخر اكبر كميه ضوء بتقدر تخترق الميه في اللحظه دي، عشان هي نازله ازاي؟ بيربنديكولار زيرو، فتقوم تعرف تخترق هو بقوه. يبقى اول معلومه ان انت عندك هنا الاماونت اللي بتوصل هيتنج للاوشن ايه اخبارها؟ قال لك في شويه منهم بيرفلكت وشويه منهم بيقدروا يخترقوا. طب انهي حبه يقدروا يخترقوا كتير؟ قال لك اللي هينزل ايه؟ بيربنديكولار. طيب لو انا عندي ادي البحيره هي عم، ادي الميه بتاعتي، الضوء لا ما نزلش بيربنديكولار، امال الضوء عمل ايه بقى؟ الضوء نزل بانجل انكلايند، نزل مايل، بارت اوف ات ريفلكت اند بارت يقول لك ريفراكت. بارت اوف ات ايه؟ ريفلكت، وبارت اوف ات ريفراكت ينكسر ويعدي. فلو واخد بالك مش كمية كبيرة من الضوء اللي وصل قدر تعدي، يبقى أول سبب بيتحكم في كمية الضوء اللي هتخترق كانت الطبقات اللي هي بقى يخش لك على طبقة التويلايت ويقدر يوصل ليها العمق ويقدر يخش لطبقات أعلى. أول حاجة بتأثر عليهم أهو، يا ترى الضوء اللي أنت بعته ده نازل بأنجل شكلها إيه؟ الأنجل بتاعتك بيربنديكولار، يبقى فيه جريت أماونت هتقدر تبنتريت. طب الانجل بتاعتك كانت انكلايند،
كانت تلت كانت مايله يبقى less amount will ايه باس، علشان في كميه منهم اللي بيجرى لها بتبقى بترفلكت وكميه بترفراكت، فاللي هيرفراكت ويخش جواه هو اللي هيعرف يوصل. يبقى اول حاجه اثرت على الضوء هي الانجل اللي نازل بيه. ماشي، طب في تاني؟ اه قال لك في تاني. ايه اللي ممكن ياثر لك على الضوء؟ تعال اقول لك. افتكر معايا، افتكر كده معايا، فاكر الاسبكترم؟ اه فاكرين. كان بتبدا بمين؟ الفيزبل سبيكترم. ماشي جدع، بتبدا بالريد اورنج يلو جرين بلو انديجو فايلت. فاكر بقى الانرجي كانت طاقه مين اكبر، الفايلوت ولا الطاقه بتاعت ايوه الريد؟ وش الفايلوت اقوى، عشان فايلوت ميال لناحيه الالتر فايلوت والاكس والجاما ودي اشعه في المستشفيات، لكن الريد ميال للانفراريد والتلفزيون والراديو والحاجات دي، ودي اشعه قشطه موجوده وعايشين وعايشين معاها. يبقى اللي طاقته اكبر فوق لي، اللي طاقته اكبر هو اللون الايه؟ الفايلوت، لكن اللي طاقته قليله هي مين؟ مظبوط، اللي طاقته قليله هو الريد. طب الريد ابو طاقه قليله، ابو فريكوانس قليل، ابو ويفلينس كبيره، تمام؟ والفايلوت ابو انرجي كبيره وفريكوانس كبير بس ويفلينس صغير. تخيل اتنين هيعدوا من باب ضيق، واحد كبير جاي يعدي من الباب هيتحشر، طب واحد رفيع جاي يعدي من الباب هيعرف يعدي كويس، صح؟ واحد كبير هيعدي من الباب هيتحشر، لكن الرفيع وهو بيعدي هيعرف يعدي. يبقى اللي بيقدر يتحكم لي دلوقتي في كميه اللايت اللي هيعدي، الانرجي بتاعته والويفلينس بتاعته. كده اكيد اكيد انت ادركت حاجه. ايه اخبار الانفراريد اللي جايه من الشمس؟ الاشعه تحت حمراء اللي هي السيرمال ريز بتعدي، ده دي الطاقه قليله والويفلينس بتاعها كبير، يبقى الاختراق بتاعها ضعيف. ولكن عندك الالترا فايلوت وعندك الالوان اللي هي بتاعت الازرق والاخضرات والحاجات دي، دي طاقتها كبيره وفلنس قليل فتعدي العمق. فيجي يحكي لك بقى حكايه رايقه، يقول لك ان في اول 10 سنتي، ايه ده؟ اول 10 سنتي، اول حبه قد كده بس، قد كده بس، اه اول 10 سنتي يا عم قد القلم اهو، القلم ده بص بالشبر كده، لا القلم ده 15 سنتي، اول 10 سنتي منه. يعني انت لو نزلت القلم ده جوه الميه، يقول لك في ال 10 سنتي الاولانيين كل 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 اهو كل الانفراريد بيحصل لها ابزور، كل الانفراريد ينزل بالاسئله في الوزاره بياكدوا على حاجات معينه خدوا بالكم منها، ابقوا حطوها في قلب الامتحانات. كل الانفراريد في اول 10 سنتي، تمام؟ ماشي. طب لما تنزل لعمق شويه الضوء يبتدي يقل. يعني ايه الضوء يبتدي يقل؟ يقول لك بص اللي بعديها، كده كده اللايت انتنسيتي شدته بتديكريز كل ما انت ايه؟ تنزل في الدبس از ترافل، كل ما يتحرك وينزل في عمق او اصلا كل ما بيتحرك شده الضوء بتضعف، يعني اكيد وانا قريب من لمبه الضوء اللي واصل لي كتير قوي، بس كل ما ببعد الضوء بيضعف. تخيل بقى ده بيخش في قلب الميه. فقام قال لك عند التن، مش 10 سنتي بقى، 10 ايه؟ متر. في الحته دي ده انت نزلت العمق جامد. قلنا في اول 10 كل الانفراريد اتبلع. هنا بقى مين اللي اتبلع؟ قال لك بيتبلع لك 50% من الفيزابل. خد بالك ان قالها من الفيزابل، عشان كده كده خلاص الانفراريد اللي جايه من الشمس اتبلعت في اول 10 سنتي، ولكن هنا 50% من ايه؟ من الفيزابل هي اللي بتتبلع. يعني مثلا مثلا لو انا قلت لك مش الفيزابل بتبدا من ال 400 لل 700، ده هنا الفايلوت وهنا الريد، ال 50% بتاعهم في النص عند ال 550، يعني كل ده اتبلع، واللي هيبتدي لسه هيحاول يقاوح ويوصل هو اللي اقل من ال 550 لغايه ال 400 والالترا فايلوت. ماشي، بص اللي بعديها جه قال لك ايه بقى؟ لما تنزل ل 100 متر، يا خرابي
هي 100 متر دي عميقه؟ عميقه مين يعني؟ هسالك سؤال، سؤال وقتي، بص امتحان على الهوا كده لحظي. في سمكه خدتها في البيولوجيكال ادابتيشن. يا لهوي بيولوجيكال ادابتيشن. انا لازم اعمل التربيط، تمام؟ السر والصنعه في التربيط بتاع المنهج في البيولوجيكال ادابتيشن. خدت سمكه بتعوم على عمق 2000 متر، اسمها ايه؟ بوز، اوعى تقلب سمعك لو عارف. لو قلبت، عارف لو قلبت ايه السمكه اللي كانت بتعيش على عمق 2000 متر؟ الايس فيش. ماشي، المحاضره دي في امتحان محطوط، اللي مش هيحله هنفخه. في امتحان محطوط عشان ما نفخكش، امتحان صغير لو مذاكر خفيفه تحله حلو معايا. جه قال لي هنا، بص كده معايا، عند عمق 100 متر، ده مش عمق اصلا، ده في سمكه عايشه على عمق 2000. ابزورب اللايت كله ويتبقى اباوت اونلي 1% من الفيزيبل. يا خرابي، ايه ده يعني كل الضوء اتشفط؟ كل الضوء اتشفط، يبقى قد ايه؟ هو 1% بس. يبقى كده تاني احنا عندنا شويه ارقام مهمه، 10 10 100 10 10 100 10 سنتي يتشفط فيهم كل الانفراد، 10 متر يتشفط فيهم 50% من الفيزيبل، 100 متر يتشفط كل الفيزيبل ويتبقى 1%. ماشي، الموضوع اهو رايق، وهوريك جراف على الحوار ده. بس قبل ما اوريك جراف، هو انا ايه اللي كنت بحكي فيه في الحكايه دي؟ اللي كنت بحكي فيه هو ليه مش كل الضوء قادر يوصل لدبس عالي، وقسمنا الميه لكذا طبقه، وقلنا في طبقه اسمها اليوفوتيك او السان ليت، وطبقه اسمها التوي لايت، وطبقه اسمها الحته اللي كانت الدارك زون اللي هي الايفوتيك. طب ليه الطبقات دي ظهرت واتقسمت على اساس ايه؟ قال لك على حسب الضوء نازل بانجل معينه. لو نازل بزاويه معينه هتلاقي الضوء مش كله قدر يوصل، وشويه قليلين هم اللي ايه؟ وصلوا، وفي شويه بينعكسوا. لكن لو هو نازل بيربنديكولار ايه اللي يجرى؟ مظبوط، اللي ينزل بيربنديكولار من الاخر اكبر كميه تقدر تبنتريت، وكميه قليله هي اللي هترفلكت. يبقى ده اول فاكتور اثر ليه الضوء مش كله بيوصل لتحت. تاني فاكتور ابتدى يقول لك ان الضوء ليه طاقه، والضوء الاحمر او الانفراريد والريد والحاجات اللي في الاول دي طاقتها قليله وفلنس كبيره، هتتحشر مش هتعرف تعدي. لكن اللي عنده طاقه كبيره الفايلوت والالترا فايلوت والحاجات دي طاقتها كبيره وفلنس صغير تقدر تهرب. فقال لك عندك اول 10 10 سنتي كل الانفراريد اتشفت، ال 10 الثانيه 10 متر يتشفت 50% من الضوء، من 10 لغايه 100 بقيه اللايت كله بيتشفت ويتبقى مين؟ 1% بس الفيزيبل. طب في حاجه ثانيه ممكن تمنع الضوء ان هو يعدي؟ ودي حاجه هندرسها كمان خطوتين، بس تعالى كده اسبق لك حكايه. تخيل ان على وش الميه في شويه بلانتس، فايتوبلانتونز او الجي او طحالب او اكواتيك بلانت، الحاجات دي هتمتص على قد ما تقدر من الضوء وهتمنع ان الضوء يعدي. اكيد في شويه من الضوء هيبقوا قليلين اللي يعرفوا يخترقوا. طيب على الحكايه دي تعالى كده بص على الجراف. ادي يا عم الجراف اللي نازل في كتاب الوزاره. بص يا معلم، نحاول نكبر سنة الصوره. تمام، بص اولا نعيد تاني ونزيد عادي الاعاده افاده. يا عم وراك حاجه؟ اوعى يكون وراك حاجه ولا مستعجل. اللايت زونز اللي في الميه، يوفوتيك سان ليت توي لايت ميزوبليشيك، ايفوتيك اللي هي الديب او الدارك زون. ماشي، طب على اساس ايه الضوء بيعدي؟ قال لك على حسب الضوء ده نازل بيربنديكولار كتير يعدي، دي علامه البيربنديكولار. طب هو بينتريت بانجل انكلايند انجل شويه وشويه. ماشي، طب حاجه ثانيه، ايه الفاكتورز اللي بتاثر ممكن نزود عليهم؟ الدبس اكيد، الانتنسيتي بتاعت الضوء والزوايا، وكمان انرجي الضوء، والاكواتيك بلانت. لو في اكواتيك بلانت فوق، وهتفهمها من الجراف ده حالا، اول 10 وال10 التانيين وادي ال100. بص يا معلم لو واخد بالك، بص الضوء الاحمر ما لحقش يكمل،
بعديها بص الاصفر والاورنج والليلة دي ابتدت تنزل شويه. بعديها بص الاخضر وهو نازل اتقطع شويه. بعديها جه الازرق هو اللي عارف يعدي بعد مين؟ المية. حلو؟ طيب تعالى كده معايا، ايه المشهد اللي قدامك ده؟ المشهد ده انا هحاول اعمل زوم ان شويه تاني عشان تبان لك. بص يقول لك ده البنتريشن بتاع اللايت في الكوستال ووتر، وهنا البنتريشن في الاوبن اوشن. البنتريشن في الكوستال والبنتريشن فين؟ في الاوبن اوشن. بمعنى ايه ده؟ يعني الميه اللي مش عميقه البنتريشن فيها قليل، والميه العميقه البنتريشن كبير؟ اكيد اكيد طبعا. ليه؟ ما هي مش عميقه، فده المنظر اهو تمام. والميه اللي مش عميقه لو انت واخد بالك بقى، بق كده رايق. الميه اللي مش عميقه دي يا معلم لو خدت بالك، هو ما دام كده كده مفيش عمق، فانا عرفت اخترق شويه، والضوء ده كده كده بيمتص لو في اكواتيك بلانت عايش على وش الميه، وده اخري في الدبس، هي مش عميقه اصلا تمام. ولكن كل ما العمق ما يزيد الاختراق بتاع الالوان وبالاخص ناحيه الازرقات هي اللي قادره تنزل لدبس عالي تمام. اظن الصوره وضحت. طب تعالى على اللي بعديها. بص بقى حكايه مهمه جدا، ام جه قسم لك الالوان بالتقسيمه اللي احنا بنتكلم فيها. ايه هي بقى التقسيمه؟ قال لك يا عم انا عندي شويه الوان، الوان يطلق عليها الورم كولر الالوان الدافئه، والوان اسمها الكولد كولر. تقلقش موضوع متخلف جدا، بس انت ترجم هتلاقي الحوار بقى واضح. هو انا مش عندي دلوقتي الريد قبليه انفراريد نحه سيرمال ريز، الريد قبليه الانفرا نحه سيرمال، يبقى الالوان اللي قريبه الالوان اللي قريبه من النقطه بتاعه الانفراريد اللي هي الريد والاورنج واليالو دي الوان اسمها الورم كولر الالوان الدافئه، اللي هي عندها لونج ويف لينس، ودي اللي اغلبها بيمتص في الاول. ولكن الالوان اللي بعد كده اللي عند الالترا فايلوت واللي عندها طاقات كبيره دي اسمها الكول كولر، ودي بتبقى عباره عن شورت ويف لينس ومش بيبقى الابزوربشن فيها عالي قوي. ماشي تعالى لي بقى على اخر حكايه، وحكايه رايقه قوي. يا ترى احنا عمالين نحكي الحكايه دي ليه؟ وايه اللي جابنا في الحكايه يعني في الدرس ده؟ ايه القصه بتاعته كده بالراحه؟ تاني القصه بتاعته متخلفه قوي. القصه بتاعت الدرس ده ان انا بدرس دلوقتي الميه وازاي اللايت بيقدر يعمل لها بنتريت، وازاي الاورجانيزم اللي جوه هتبتدي تتأدب مع كميه اللايت اللي موجوده. الشغل التقليدي بتاعنا خلاص حفظناه بقى، ميه هندرس عنها اي حاجه. ماشي. فقام جه دلوقتي هيبتدي يقول لك ايه هي الحاجات اللي هتاثر لك على السولار راديشن، او الاشعه دي لما بتخترق بتاثر عليها. الف ب الاشعه دي او اشعه الشمس لما بتخترق بتاثر على الاكواتيك ليفنج اورجانيزم ايا كانت، بلانتس اكواتيك بلانت فايتوبلانتونز والديستريبيوشن بتاعها او انيمال. هتاثر على التمبريتشر درجات الحراره، وتعمل لك كارنت من المناطق السخنه للساقعه، وحاجه اسمها الجولف ستريم هنتكلم عنه. الضوء والميه بتاثر على الضوء على الانتنسيتي بتاعه البنتريشن بتاعته، ويا ترى هو يقدر يبنتريت ات هاي ديبس او ات لو ديبس اهو. يبقى من الاخر بيأثر لك على مين؟ على فكر الفوتوسينسز، ويا ترى النباتات بتعرف تعمل فوتوسينسز ولا لا، ودي هتاثر عليه. ثانيا بتاثر على التمبريتشر، ثالثا بتاثر على المارين اورجانيزم. ماشي بص يا عم هدي اها، بص هنقعد نعيد ونزيد وحياتك ما انا سايبك اهو. الايفكت اوف سولار راديشن على الايكولوجيكال بالانس بتاثر على ايه؟ الرول بتاعها مع الديستريبيوشن للمارين اورجانيزم. في شمس كتير يبقى في مارين اورجانيزم معينه موجوده، طب ما فيش شمس ما فيش المارين اورجانيزم دي، ويبتدي يظهر لك انواع تانية من السمك زي الكود فيش، وهنتكلم عن كل الكلام ده.
طيب الإفكت على الهيت والتمبريتش، في مناطق سخنة يعيش فيها أسماك معينة عند الإكويتر، ومناطق تانية ساقعة يعيش فيها أسماك معينة تانية، في يحصل دلوقتي كارنت من السخن للساقع اللي تشينج ان سولار راديشن انتنسيتي، واخر حاجه الكرنت. تعال نمسك حكايه حكايه ويبقى خلصنا. سلايد خفيفه بس فيها حكاوي كده لذيذه. قال لك اول حاجه الرول بتاع السولار راديشن على المارين اورجانيزم. بص يا معلم، زي ما قلت لك كل ما يبقى في بنتريشن حلو للضوء فالنباتات هتعرف تعيش. فاول حاجه الاكواتيك بلانت والفيتوبلانتونز والكورال ريفز، الشعب المرجانيه اكيد يحبوا يعيشوا قرب السطح ولا عند عمق. تاني، اكيد النباتات تحب تعيش على سطح الميه او قرب سطح الميه ولا في عمق. للشباب طبعا ودول اشطر مني وادرى مني، ويا لو تبقوا كرمه كده في الصيف وانا سافرت الغردقه ولا شرم عزمني يا عم عزومه كده، خدني حته كده رحله بحريه دلعني يا عم. انا عارف ان انتوا جدعان واكيد هتدلعوني لو انا كلمتكم. ما علينا يا معلم، للشباب اللي عايشه في المحافظات دي بقى الغردقه او شرم، تلاقي عندهم الشعب المرجانيه وفكر السنوركلينج والدايفنج والحاجات دي بقى كتير قوي. بس لما بنيجي ناخد مركبه بحريه ونطلع رحله بقى، تلاقي الراجل اللي سايق المركب يجي عند حته وقت السنوركلينج، تمام؟ انا مش بتكلم في الدايفنج اللي هو انت بتلبس نظاره وتبقى عايم على وش الميه يقول لك نط هنا وعوم على وش الميه هتتفرج على احلى شعب مرجانيه ممكن تشوفها في حياتك. صح؟ عارف ليه؟ اصل المنطقه اللي هو راكن فيها اولا دي مش منطقه عميقه، تمام؟ المنطقه اللي راكن فيها مش عمق فظيع. طب ايه الفكره مش عمق فظيع؟ ان المنطقه دي يكون واصل لها شمس حلو فتلاقي الشعب المرجانيه فيها حلو. ولكن لو هياخدنا نعمل دايفنج يعني نلبس بقى الاكسجين بقى وانبوبه الاكسجين وننزل ونغطس على عمق كبير مش عمق حتى قليل، ده انت بقى عاوز ايه؟ هتعمل حاجه بروفيشنال قوي تغطس اعماق فظيعه. كل ما تنزل عند عمق فظيع الشعب المرجانيه دي ما تبقاش موجوده ويبقى تقل 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 ويبقى صخور علشان ما فيش ضوء. يبقى من الاخر الاكواتيك اورجانيزم اتاثرت بايه؟ بالاماونت اوف صن، باللايت انتنسيتي. بص كده الفوتو سينسيتيك اورجانيزم ساتش از الالجي والفيتوبلانتونز موجوده فين؟ ايوه في السيرفس، موجوده على سطح الميه او موجوده في الحته اللي في الاول اللي اسمها السانليت اليوفوتيك اهي اوفوتر عشان في سولار راديشن كتيره، فهم يحبوا يبقوا موجودين في الشالو ووتر. واشهرهم مين؟ الكورال ريفز، الشعب المرجانيه موجوده في الورم شالو ووتر عند الاكويتور، كميه شمس حلوه جدا طول السنه. طب دي حلوه الحركه دي؟ يا ده بص ده مش مجرد النباتات انبسطت، ده يقول لك ان بيبقى في حاجه اسمها السيمبايوتيك الجي. ايه السيمبايوتيك الجي؟ يقول لك ده فكر السيمبايوتيك اللي هو تبادل منفعه. يعني ايه تبادل منفعه؟ يعني انا دلوقتي المنطقه دي الدنيا فيها شعب مرجانيه كتير، حلو؟ فتلاقي نوع من الطحالب يقوم ينمو في قلب الشعب المرجانيه دي ويحصل تبادل منفعه. انت كشعب مرجانيه هتوفري للالجي الكولر ريفز دول الشعب المرجانيه توفر للالجي شيلتر هاوسز كان ده بيت ليها، وفي نفس الوقت الالجي بقى السيمبيوتيك الجي هو انت مش دلعتيني وخليتيني اعيش وسطيكي واستخبى وسطيكي ويبقى بيتي يتبني وسط الشعب المرجانيه، انا هعمل لك اكل. فيبقى في سيمبيوتيك الجي موجوده، تبادل منفعه ما بين الالجي وما بين الكورال. الكورال تعمل شيلترنج ليها ماوى للالجي، والالجي تديها نورشمنت تصنعناها الاكل كانها بتطبخ لها. فحصل دلوقتي دايفرستي جميله جدا ما بين الالجي والاكواتيك بلانت. بص كده ذيس راديش استيميليتس ذا جروس اوف السيمبيوتيك الجي ليف انسايد الكورال تيشو. طب وبالتالي
تقوم بقى الالجي تو بروفايد ادي تعود على الكورال تو بروفايد الكورال ويز ايه فود اند نورشمنت تغذيه. الحكايه دي بنسال فيها كتير يقول لك هي الالجي ايه البينفيت اللي اديته للكورال فود ونورشمنت. طب الكورال ساعدتها ان هي تليف انسايد ايت حلو ماشي. اللي بعده دي اول تاثير. التاثير الثاني الايفكت على التمبريتش يعني الضوء في الاول ساعد ان النباتات تعيش. الحكايه الثانيه قال لك تاثير الضوء هيعلي درجه الحراره فتلاقي في نوعين من الاسماك. انا من الشخصيات اللي بيحب الصيد وعنده صناره كده لذيذه بتصطاد على اعماق. احب اسافر مثلا اطلع رحله كده بحريه في الصيف على السخنه ونقعد نصطاد ماشي. فما بنيجي نصطاد في البحر ومشهور قوي اللي يحب يتفرج على حاجات ناشونال جيوغرافيك بقى وحاجات الصيد وكده في من الاسماك المشهوره قوي وبيجي عليها حاجات كتير اكيد عمري ما اصطادتها في حياتي يعني عمري ولا اعرف اصطادها اصلا. سمك التونه والباراكودا. سمكه التونه وسمكه الباراكودا اوف انا بحب اتفرج على الافلام بتاعتهم جدا. طبعا سمكه حتى في على ناشونال جيوغرافيك اسمها حاجه كده وثائقيه اللي هي صيد سمكه التونه العنيده. ما علينا. اسماك التونه واسماك الباراكودا دي بتحب تعيش عند الاكويتور عند المياه الدافيه. يعني تلاقي دايما الافلام دي بتتصور اكتر في اماكن الخليج عشان المياه عندهم دافيه. السمك هناك التونه والباراكودا يحب يعيش في المنطقه دي ويريبروديوس هناك وعلى فكره النورشمنت هناك والفود بيبقى كتير جدا فتلاقي الاسماك الكبيره دي موجوده هناك. اسماك التونه والباراكودا تمام. طب لو انت في منطقه بولر ريجنز منطقه قطبيه تلاقي سمكه اسمها ايه؟ الكودفيش. اسماك الكودفيش دي اللي بتبقى سمكه كده شبه اللي بيسموها البوري بس مطلعه خياشيم كتير كده منها. ممكن ابقى المره الجايه مع برضو الدرس الجاي بتاع البريشر ده في حته اسماك شويه فهتلينا اوري لك كل الصور. لكن السمكه دي تحب تعيش فين؟ كولد ووتر بعيد عن الاماكن الحر. يبقى مبدئيا الاختراق بتاع الضوء اثر على فكره اذا كان السمك اللي هيعيش هنا نوع ايه والسمك اللي هيعيش هنا نوع ايه. رابع ثالث حاجه احنا كده خدنا كام حاجه؟ حاجتين. ما تنساش بعد ما خلصتهم راجعهم بسرعه ركز كده معايا وحاول احفظهم معايا كلام عبيط. الانتنسيتي. طب ما كده معناها ان في اماكن ممكن الشمس تقدر توصل فيها حلو ويبقى فيها شد الضوء عاليه جدا تمام عاليه عن اللزوم وفي اماكن ممكن الضوء والشمس مش قادر يخترق ليها ويبقى قليل عن الطبيعي فيأثر على الليفنج اورجانيزم اللي هناك. بمعنى في البولار زونز الشمس تكاد تكون ما بتطلعش كتير وفي كلاودز على طول وفي ايس وسنو على طول فالاماونت اوف لايت بينتريت السولار بينتريشن في الوقت ده بيكون ماله لو تمام فبيقلل ان يبقى الفوتوسينثيز ريت ماله قليل جدا يقلل الفوتوسينس يبقى من الاخر مفيش دايفرستي مفيش كائنات حيه عارفه تعيش اهي سيجنيفيكانت ريدكشن في الفوتوسينثيز فافكتنج الافيلابيلتي بتاعت مين الفود ومفيش دايفرستي فبالتالي ليد تو ديكلاين ان النمبر اوف اورجانيزم اللي هتعتمد على الفوتوسينثيز واكيد لو مفيش فوتوسينثيز يبقى الليفنج اورجانيزم كلها في المنطقه دي بتتاثر. ايه ده يعني الشمس لما تقل الدنيا وحشه؟ اه طب خلاص زود يا عم الشمس ولعها اشوي. قال لك لا هي مش زيت. يعني انت لو جيت على جلوبال وورمنج احتباس حراري والشمس هنا بقت عاليه موت دي ميزه يا اختي دعك ده قرف السنين. قال لك لو الشمس عليت زي في حكايه الجلوبال وورمنج هتلد تو انكريز التمبريتشر بتاع الميه اوف شوي حرق الكائنات الحيه اللي هناك هتموت مش هتستحمل. يبقى ولا زياده قوي ولا نقصان قوي تمام. اخر حكايه ايه تاثير السولار راديشن على الكارنت؟ ايه تاثيره على الكارنت اللي بيبقى في الميه؟ قال لك الميه لما هتسخن ارجع كده للدرس الثاني فيزيكال بروبرتي لما الحاجه بتسخن الفوليوم
بيكبر فالدنستي بتقل. فيقول لك الميه السخنه عند اماكن الخليج اللي هي عند قريبه من الاكويتور تبتدي الدنستي بتاعتها تقل، فتبتدي الميه تتحرك من الاماكن السخنه للاماكن الساقعه في اوروبا. يعني من الاخر لما الدنستي بتاعتي قلت فابتدت الهوت ووتر اللي عند الخليج تتحرك لفين؟ لحته يوروب. حلو. ويقوم الكل دي يجي كده فتحصل المنظر ده السايكل، وتفضل المياه السخنه تروح من هنا لهنا والمياه الساقعه تجيلنا وتبتدي السايكل دي شغاله. فقال لك السايكل دي هي طيارات للمياه السخنه من حته الخليج لحته يوروب واتلانتيك، فقام سماها الجلف ستريم. اهي كاري الورم ووتر من الاكويتور لاتلانتيك واوروبا، في انهانس الدايفرسيتي في المارين، يعني يخلي هناك يبقى في حياه حلو. تعالى كده نفتكر الاربع حاجات اللي السولار راديشن بتاثر عليهم. اول حاجه اتكلمنا في حته الفوتوسينثيز اهي بسرعه. اول حاجه اتكلمنا في الفوتوسينثيز، فقلنا ان عندنا الفايتوبلانكتونز والالجي هتقدر تتعايش، فبالتالي الفايتوبلانكتونز والكورال يطلعوا ويخبوا جواهم السيمبيوتيك الجي، فالسيمبيوتيك الجي تديهم اكل وهم يدوها الشلتر المأوى. تاني حاجه تاثير على درجه الحراره، فبالتالي ادى ان في اسماك تحب تعيش في المناطق البولار زونز زي الباراكودا وزي التونه، واسماك تحب تعيش في المناطق الساقعه زي الكود فيتش. اللي بعديها قال لك عندنا دلوقتي الانتنس دي بتاثر لي على الفوتوسينثيز، لو قلت زياده عن اللزوم وحشه مفيش فوتوسينثيز هتحصل، ولو زادت زياده عن اللزوم برضو النباتات هتموت عشان درجه الحراره تعلى. واخر حاجه الكرنت. تمام كده يا معلم، الدرس الرايق ده خلص. خلص على خير. اصبر ما تمشيش، هحكي لك حكايه كانترو، مش هخش في اللي بعده بس كانترو، اهدى كده وما تمشيش. كابتن كابتن، هو كله ضرب ضرب، مفيش شتيمه ولا ايه؟ ماشي عشان ما نزعلش من بعض يا معلم، انا عاوز وايت سكرين. بص بقى معايا هندردش كده في ربعايه، مش هطول عليك ما تقلقش، انا عارف المره اللي فاتت ضحكت عليك وخدتك على درس كامل، المره دي انا حتى مش هتكلم في اسم الدرس، انا هدردش في حاجه كده رايقه. ادي قلمي وادي مسطرتي، هدي كده خليها تبقى اسود عسل. بص يا عم، انا عاوز اتعلم شويه مبادئ في الفيزيكس لازم تبقى عندي وانا شغال بقى عشان نعرف نخش في الدرس اللي جاي في تفاصيل فيزياء شويه. اول مبدا ان انت عندك، لما انا كنت بقول لك مثلا، ورفيع كده ليه؟ تعالى نعمله شويه يتخن شويه. اها حلو قوي كده، لا تخنه لي شويتين ثلاثه. ماشي بص يا عم، نمسح كده. اول فكره، انا لما كنت اقول لك الدنسيتي مش بتساوي ماس اوفر فوليوم، انا عاوز اتعلم، انسى شويه بقى شغل الماجيك ترينج، عاوز اتعلم ازاي ارتب القانون. يعني ايه؟ يعني انا لو قلت لك قول لي لو سمحت الماس بتساوي ايه، لو انا طلبت منك الماس ده هنا عدي دي كده. دايما لما انا اطلب منك حاجه في الناحيه دي اي حاجه جنبيها لو هي مكتوبه فوق كل اللي هنا يعدي في عكس الاتجاه، يعني لو كان جنبي حاجه فوق تنزل تحت ولو جنبي حاجه تحت تطلع فوق، يبقى الماس بتساوي ايه؟ رو في. تمام ندخن ده برضو كده سنه. بص يا عم تاني، لما انا اقول لك طب على القانون ده تعرف الفوليوم، ندخن قوي، الفوليوم ايكوال ايه؟ حاضر، انت دلوقتي عاوز الفوليوم، طلع دي فوق ونزل دي تحت فتبقى ام اوفر رو. عندك فرصه تاني، كان عندنا قانون مشهور الكيو ايكوال ام سي دلتا تي،
يا رب كده رزقك الفهم يا رب كده ودماغك تنور. الموضوع هادي بس انا مش عاوز احفظ ماجيك ترينجل. انا عارف في واحد هيقول لي يا دكتوره ما توجعش قلبنا اهو ام في رو بلا وجع دماغ، انت هتقعد بقى كل حاجه هتخليها لنا كده؟ لا احنا عاوزين نحفظ ماجيك. اشتري مني، انت في ثانوي، في ثانوي لازم تبقى فاهم. انا لو عاوز احسب الام كل اللي جنبيها يعدي الناحيه التانيه في عكس مكانه، يعني الام هتساوي كيو على، مش دول كانوا فوق يعدوا الناحيه التانيه تحت، سي دلتا تي. ماشي. تاني السي تساوي، انا عاوز احسب السي يبقى عدي الام والدلتا تي، عدي الناحيه التانيه في عكس مكانه يبقى كيو اوفر، مظبوط، ام دلتا تي. انا عاوز احسب الدلتا تي من عينيا تساوي كيو اوفر ام سي. يبقى ترتيبه اي قانون في الحياه تتلعب باللعبه دي. تاني واحده كمان، فرصه اخيره اهم، انا عديت لك على قوانين المنهج كله، فرصه تانية. السلينيتي كانت بتساوي الماس اوف سوليوت ديفايدد الفوليوم بتاع السلوشن. يلا رتب قانونك. لو انا قلت لك هات لي الماس اوف سوليوت دي مكتوبة تحت هتعدي الناحية التانية يبقى تطلع فوق، يبقى تساوي السلينيتي تايم الفوليوم. طب لو انا عاوز الفوليوم بتاع السلوشن، فوليوم السلوشن يقوم ده يطلع فوق ودي تنزل مكانه تحت، يعني يساوي الماس اوف سوليوت اوفر السلينيتي. دي اول جزئيه. جزئيه ثانيه اقول لك مع السلامه، مفيش اروق من كده اهو يا عم النهارده. تاني لو انا قلت لك هات لي الدنسيتي ماس على فوليوم، طب هات لي الفوليوم، طلع الفوليوم فوق نزل الدنسيتي تحت. طب هات لي الماس يبقى طلع الفوليوم فوق وخلصت. كيو ايكوال ام سي دلتا تي، عاوز الام وادي كل اللي جنبها الناحيه الثانيه بس في مكان غير مكانها، يعني كانوا هم مكتوفين بين فوق نزلهم لتحت. هات لي الدلتا تي وادي كل دول الناحيه الثانيه بس بعكس المكان، يبقى دلتا تي كيو على ام سي. دي اول معلومه، مفيش اسهل من كده اظن. واحده كمان معلومه ثانيه. يلا يا معلم. المعلومة بقى بتقول لك ايه؟ لو انا عندي يونت اسمها متر، عاوز احول للسنتيمتر، من المتر للسنتي انت اشطر مني وهتقول لي تايم 100. حلو؟ طيب من السنتي للمتر هتقوم تقول لي ديفايدد 100. أول معلومة عاوز أتعلمها، أنت عارف لما يبقى عندك 100، ال 100 دي هي إيكويفلنت لل 10 باور 2. إعمل كده على الكالكوليتر 10 باور 2 تطلع لك 100. يعني أنا لو معايا 1000 يبقى هي إيكويفلنت ل 10 باور كام؟ 3. تمام؟ تاني معلومة، الحكاية اللي فوق لو أنت بتعمل من السنتيمتر للمتر، فانت قلت لي عشان احول من سنتيمتر لمتر هعمل ايه؟ مظبوط، ديفايدد 100. انت عارف ان انت ممكن تحول من السنتيمتر للمتر بس بالتايم. ايه ده بالتايم؟
ايه اللي انت بتقوله ده؟ ازاي؟ ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع؟ احنا الطايم ده من الكبير للصغير، الديفايدد من الصغير للكبير. اصبر، بلاش تتنرفز عليا كده، واحده واحده. بص كده، لو انت عاوز تحول من السنتيمتر للمتر هتعمل تايم 10، بس مش باور 2، باور نيجاتيف 2. اصل ال 10 باور نيجاتيف 2 هي تساوي 1 اوفر 100. يعني كانك من الاخر عملت من السنتيمتر للمتر تايم 1 اوفر 100، فكانك عملت من الاخر ديفايدد ال 100. لا 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 لا، مش فاهم حاجه. لا 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 لا، ما تاكلنيش تاني ولا بص. كاني ما قلتش حاجه. احنا قلنا حاجه، احنا نتكلم من اول وجديد اهو. اهو وادي لون اهو، انت عاوز اللون ده مش عاجبك، تعال ناخد اللون ده ممكن يفتح نفسك شويه. حلو، وتعال غير لي اللون ده ممكن برضو ايه يفتح نفسك شويتين ثلاثه. بص يا عم، اهي شويه الوان كده يتغير المود. كيلو جرام للجرام زو، هتعمل ايه؟ مظبوط، من كبير لصغير. تايم 1000. هحط معلومه صغنونه، ممكن بدل ما تقول لي تايم 1000 تقول لي تايم 10 باور 3. اهي صعبه دي؟ ماشي. اذا اللون فاهمك قوي كده لما غيرنا اللون. طيب خليه يا عم، خليه نكمل الكولم ده بالالوان دي. طيب لو انا ادي كيلو جرام وادي جرام، لو انا عاوز احول كده اهو، خلاص ما احنا عارفين شغل ابتدائي ديفايدد. قال لك ديفايدد كام؟ 1000. او ممكن تعمل تايم، بس تايم 10 باور نيجاتيف 3. يبقى بدل ما تقول لي ديفايدد 1000 هي ايكوفلنت كانها تايم 10 باور نيجاتيف كام؟ 3. يبقى طريقه التحويل دي مهمه قوي. ابجريد سنه صغيره، انت لسه فيها ابجريد يا عم، ارحمنا بقى ما تقلقش. كولم كمان، ادي متر باور 3، فاكرها اللي هي كانت بتاعه الفوليوم، عاوز احولها لسنتيمتر باور 3. كانت اللعبه دي ممكن نعمل ايه؟ استنى خليه ده كده وهدى كده. من هنا لهنا كده كده من المتر للسنتي هتعمل تايم 100 اللي هي 10 باور 2، بس في هنا باور 3 على اليونت، فكانها تعمل 2 تايم 3. يعني من الاخر التحويله دي تبقى تايم 10 باور 6. حلو ماشي. طيب ادي متر كيوب سنتيمتر كيوب، روح من هنا لهنا. وانت رايح من هنا لهنا هتقول لي هعمل ديفايدد، ما اتفقنا بقى نعمل تايم، بس تايم 10 باور كام؟ من السنتي للمتر فيها نيجاتيف 2 بس اليونت عليها 3، يبقى تعمل للباور ده تايم الباور اللي على اليونت، فتبقى كلها تصفصف على تايم 10 باور نيجاتيف 6. واحدة أخيرة ماشي، واحدة أخيرة. بص يا معلم، عاوز أحول من المتر سكوير للسنتيمتر سكوير، هنلعبها بقى مرة واحدة. من هنا لهنا تايم كام؟ تايم 10 باور 2. حلو، بس في 2 على اليونت، يبقى 2 تايم 2 يبقى 10 باور 4.
طب وانا برجع اعمل تايم 10 باور نيجاتيف 2، بس في 2 على اليونت يبقى نيجاتيف كام؟ 4. حلو. اخر حته واقول لك باي. يا خرابي ده قسم البورد 3 تاني. ما تقلقش يا عم، ممكن ما يتمليش كولم فيها. لو انا عندي في حاجه اسمها فيزيكال كوانتيتي، حلو، فيزيكال كوانتيتي، وفي حاجه اسمها ميجرينج يونت. حلو. لما اجي اقول لك الماس دي فيزيكال كوانتيتي، بتتقاس بالكيلوغرام او بالجرام او بالطن، قول براحتك يا سيدي. الفوليوم هجمع لك كده حاجات قابلناها طول الترم. الفوليوم بيتقاس بالمتر كيوب، سنتيمتر كيوب او بالليتر. الدنسيتي كيلوغرام بير متر كيوب او جرام بير سنتيمتر كيوب. ماشي. الكيو اللي هي الكوانتيتي، امسح يا عم، امسح يا عم. كوانتيتي اوف هيت بتتقاس بايه؟ بالجول. حلو. ما عملتش، تظهرش. ماشي، مع اني كنت فاكرها بتظهر. ما صغرتش يا اختي، ما صغرتش. ماشي، كنت عاوز اصغرها بدل ما افتح صفحه جديده. ماشي يا عم، قلنا دي بتتقاس بايه؟ بالجول. حاضر. طب كان عندنا حاجه اسمها سبيسيفيك هيت، دي بتتقاس بالجول بير كيلوغرام كلفن. يا مسهل. كان عندنا التمبريتشر، بتتقاس بالكلفن او بالسليزيوس او بالفرنهايت، هنتكلم فيها بس مش المره دي خالص. طب في بقى لعبه صغيره، في حاجة اسمها equivalent unit. يعني ايه equivalent unit؟ هحكي الحكاية والمرة الجاية اخد تفاصيلها. يعني لما اجي اقول لك في حاجة اسمها الفورس، ماشي، حاجة اسمها الفورس دي بتتقاس بيونت اسمها نيوتن. او في يونت هي النيوتن دي اسمها كيلوغرام متر بير سكند سكوير. حلو. تاني لعبه اخيره واقول لك مع السلامه. البريشر، البريشر بيساوي فورس اوفر اريا. شيل الفورس وحط اليونت بتاعتها، اسمها ايه؟ نيوتن. شيل الاريا، الاريا ما كتبها لكش، اهي الاريا بتساوي ايه؟ متر سكوير، يبقى نيوتن اوفر متر سكوير. او حاجه اسمها بار، او حاجه اسمها باسكال، يبقى اخت التمبريتشر. يبقى ممكن الفيزيكال كوانتيتي يبقى ليها اكتر من ايه؟ من يونت، مع اختلاف مسمياتها. كيلوغرام، سوري، كيلوغرام ايه؟ كلفن، سليزيوس، فرنهايت، او بار وباسكال ونيوتن. وخد بالك دي مش لازم تساوي دي، مش لازم تساوي دي. يعني ايه مش لازم تساوي دي؟ دي نفهم تفصيلتها في المره الجايه. انا على قد ما اقدر حطيت انترو تساعدني للمره الجايه. لازم تتفرج على الحوار ده عشان درس البريشر هو درس شويه محترم. وارد ان احط مع البريشر حته من الكوليكتيف بروبرتيز، تمام؟ اللي هيساعدني ان انا اعرف كده ان انت تلم الحته دي في اخر الفيديو. يا رب يكون فيديو النهارده خفيف وسهل ورايق بالنسبه لك ويشد حيلكم.
وعلى قد ما اقدر انا بالنسبه لي ماشي مع الوزاره بالظبط زي ما هي عاوزه. تمام، شد حيلكم، ولو حسيت في مره ان احنا اتاخرنا او حاجه ما تقلقش خالص، هتلاقينا على طول. اقول لك الاسبوع ده هينزل لك فيديوهين علشان خاطر الحته دي مثلا عاوزانا الوزاره نخلصها قبل امتحانات الشهر، وما تقلقش مش هنكون متاخرين ان شاء الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.